أنت منيحة؟ إيه، ورجيني أخطار المحكمة، بدي أقرأ. ممنوع تشوفي أخطار المحكمة، بالأول لازم نحل موضوع الكوابيس. يلا. كيف يعني؟ طاهر هلأ مو وقت الكوابيس، فيداد بده ياخد ابني مني، مو وقت الدكتور، ما رح تاخدني هلأ. مو أخذك لعند دكتور نفس، لعند معلم دوزاني زبط عيارات مخك الملعوب فيها. دكتور عم أمزح، دكتور امشي يلا. ما رح أتحرك من هون. ها أختي أسماء، خلينا نحكي بموضوع الوصاية. هات لشوف، عطيني الإخطار. مو وقت المحكمة والوصاية هلأ، أنت بلشتي تشوفي كوابيس وأنت فايقة يا بنت، لازم نعرف شو سبب هالهلوسات وهذا هو الأهم هلأ. يلا. نفس، طاهر كلامه مزبوط، فيدات مشان يقدر ياخد منك الوصاية عم يقول بالدعوة إنه معك مرض نفسي. لا تطلعي على حق، روحي على الدكتور. كيف؟ بس أنا ما معي مرض نفسي أسماء. فيدات كيف عرف إنه نفس عم تشوف شغلات ما لها موجودة؟ مو ضروري يعرف، بس المحامين بيستخدموا هاي الحجة على طول لما يكون العنف الأسري تهمة موجهة لموكلهم. كيف يعني؟ المحكمة مستحيل تعطي وصاية الطفل لأب إذا كان متهم بالتعنيف، ولهيك رح يحاول يثبت اتهامه بأي شكل كرمال يقول إنه تعنيفه إلك من خيالك. بس مو صح أبداً، أنا على إيده تعذبت، ما عم أتخيل هالشي حقيقي. نفس نحن مصدقين. يلا. أنت مصدقني ما هيك؟ أنا ما جنيت. نفس، بعرف إنك ما جنيتي، بس نلعب بعياراتك، فهمي؟ أنا رح جن هلأ. يلا. طمنيني استاذه، تتوقعي انه رح نكسب دعوى الوصايه؟ يسلموا ايديك، بكفي. على قد ما منجيب اشخاص يشهدوا انها مضطربه عقليا، رح تخلص الدعوه بوقت اسرع ولمصلحتنا كمان. ايشن خانم بتشهد بهالشي، وحراسي كمان، وفي الخدم اللي موجودين ببيتي. كتير منيح. بس يا ريت يكون في حدا من الشهود ما بيعرفك وما بتربطك علاقه مسبقه معه، حتى اذا في حدا من اهالي الضيعه بيكون ممتاز. نظر ما بتزبط إيشن؟ حتى نفس ألفت سيناريو لنظر. اسمعي شو عم بتقول، أنا بدي أعذب نظر لحتى أنتقم منه، ولما نفس تشوف هذا التعذيب ما حدا تحمله رح يحن قلبه ورح تقلي تروك نظر وخدني مكانه، بتحملك أنا. معقول لهالدرجة واصلة حالتها؟ مع الأسف. بس هالصبي شو ذنبه؟ بس أنت متأكد أنه بتشهد معكن نظر؟ نظر إيه؟ ما بعرف. شو بتتوقع إيشن بتشهد مو؟ طبعاً بتشهد، أنا متأكدة. خلص لكان منشوفه ومنسألك، عن إذنكم لحظة. براك؟ أنا ما رح أقدر كمل، ما عاد فيني أعطيها الدواء. ليش؟ شو السبب؟ المحكمة بعتت لها أخطار، عم تهلوس بعد ما وصل، صارت تشوف إنك عنا وعم تاخد الولد ورايح. يا حرام لو شفتها. نفس اللي ما قدرت تشوفني بطل أحلام الحلوة هلأ عم بتشوفني بطل كوابيسة، المهم إني يكون بطلة. لو سمحت بكفي هيك، خليني وقف قصة الدواء لو سمحت فيدات، بكفي. ما صيري عطية ضعف الجرح. ليش؟ شو عم تقول انت؟ انا عم قلك عطية ضعف الجرح. لك كتير هيك؟ قلت لك عم تجن البنت. هذا هو المطلوب براك، بدي نفس تجن اكتر مشان اقدر اخد ايد. إذا بتريد ما تجبرني أعمل هيك، بوس إيدك. اسمعيني براك، إذا ما عاد عطيتي هذا الدواء لنفس هي بترجع طبيعية، بس أنا إذا رحت وقطعت رقبة أمك وأختك هلأ، أنت ما عاد رح تشوفيهم بحياتك كلها. شو رأيك؟ أنت قرري.
نقطع الدواء ولا رقبتهم؟ خليكي عاقله. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.